القول اللهم صل على محمد وآل محمد نقول اللهم صل على محمد وعلى علي مثلا. لا، اللهم صل على علي. على علي، نعم، هذه أكثر أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم خاصة بالأنبياء، بالأنبياء خاصة صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، موسى، عيسى، إبراهيم، يونس، الأنبياء هي التي تقال لهم صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلتها لغير الأنبياء سواء من آل بيت أو من غيرهم لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، طيب، وأنت في التحيات تقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما في بأس إن شاء الله، بس الأفضل تركها. نعم.